مرحبا، أنا سعاد من السيدة ملعقة، وسمعت إنه في كتير ناس سألت عن وصفة القشطة. اليوم رح نشارككم طريقة تحضيرها وكيفية استعمالها بطرق مختلفة. يلا نبدأ. وصفة القشطة من الوصفات المفضلة اللي تعلمتها من عند ماما، لأنها مكون يعتبر رئيسي بمعظم الحلويات العربية. فإذا أنتوا عرفتوا كيف تحضروا القشطة بالبيت، بصير عندكم المكون الأساسي لتحضير أي حلو عربي. هلأ تحضير القشطة له كتير طرق مختلفة. أنا بحب وصفة ماما لأنه بحس وصفتها متوازنة، فهي سلسة بس بنفس الوقت كثيفة. أنا اليوم حبيت أجرب تحضيرها مع عجينة السمبوسك، وممكن أنتوا كمان تستعملوها لتحضير أي نوع من الحلو. ممكن أنتوا تبتكروا تستعملوها مع عجينة الفيلو أو مع عجينة السبرينج رول أو حتى عجينة البوف بيستري. هلأ بدي إياكم أنتوا تجربوا هاي الوصفة وتحكولي شو رأيكم وكيف جربتوها، كيف حضرتوها وكيف أكلتوها.